المنطق الغير رسمي أو الغير صوري informal logic تأسس كفرع بحثي مستقل في أواخر السبعينيات على يد كل من المنطقي الكندي الأمريكي المعاصر رالف جونسون والمنطقي الكندي جون أنتوني بلير ونشرهم لكتابهم الشهير الدفاع عن النفس المنطقي Logical Self-Defense سنة 1977. هذا المبحث ركز على مبادئ المنطق والفكر المنطقي خارج الإطار الرسمي. وفي الحقيقة بالرغم من أن الاسم يحتوي على لفظ الغير رسمي إلا أن هذه المسألة أصبحت محل خلاف في الآونة الأخيرة. لكن بغض النظر عن الخلافات الأكاديمية، المنطق الغير رسمي هو أحد فروع المنطق، مهمته تطوير المعايير والإجراءات الغير رسمية لتحليل، تفسير، نقد وبناء الحجج المنطقية. لكن المنطق الغير رسمي ارتبط بصورة وثيقة بالمغالطات المنطقية الغير رسمية وعملية التفكير النقدي critical thinking بشكل عام منذ بداياته. نشأة المنطق الغير رسمي ارتبطت بالحركات الاجتماعية والسياسية في قارة أمريكا الشمالية في ستينيات القرن العشرين ودعاوى تفعيل العلوم في الحياة واستخدام طرق التحليل المنطقي في الحياة اليومية وتدريس المنطق بصورة حية جذابة قائمة على مفردات الحياة اليومية بعيدا عن الطرق الكلاسيكية اللي دأب المنطقيون على استخدامها في تدريس المنطق. واهتم المنطق الغير رسمي منذ بداياته بالمغالطات المنطقية، لكن سرعان ما تجاوزها وتوسعت حلقة مباحثه وشملت مواضيع على شاكلة تحديد معايير الحجج المنطقية، التمييز بين أصناف الحوار المختلفة إلى آخره. المغالطات أنماط من الحجج الباطلة شائعة بين البشر وتتلون بمظهر الحجج الصحيح. دراسة المغالطات ليست بديلاً عن دراسة مبادئ الاستدلال الصحيح، وبالرغم من أهمية دراستها كوسيلة للتعرف على أساليب وأنماط الانحراف عن التفكير القويم، إلا أن الأصل هو فهم وإجادة طرق التفكير الاستنتاجي والاستدلالي السليم قبل دراسة وفهم الانحراف عليه. لكن هذا لا يقلل من أهمية دراسة المغالطات المنطقية، لأنها تفشت بصورة وبائية في واقعنا اليومي، وأصبح من العسير التفريق بين الأصحاء أصحاب التفكير القويم والمرضى الذين انحرفوا عن طرق التفكير العقلانية بسبب تعرضهم اليومي لهذه الأنماط المنحرفة من الجدل والتفكير. لكن من المهم أيضا الإشارة عند رصد المغالطات المنطقية في أفكار وحجج الآخرين من الحكمة أن يتم التعامل معها وكشفها دون تعالي، تهكم أو سخرية حتى لا تفشل مساعي الفرد في إظهار الانحراف الفكري في حجج الآخرين. أيضا ينصح بالابتعاد عن الإكثار من استخدام المصطلحات اللاتينية الكلاسيكية كلما أمكن لأنها قد تبدو غريبة على أذن المستمع، وتذكر دائما أن الهدف هو الوصول للحق وليس التعالي على الآخرين أو إظهارهم كمخطئين أو منحرفين عن طريق التفكير العقلاني القويم. ودلوقتي تأمل للحظات الخطاب اليومي من الإعلاميين، السياسيين والآخرين من حولك. هل عادة ما تتسم أفكار وحجج الآخرين بالعقلانية والتفكير القويم؟ وما هي الصور وأنماط التفكير الغير عقلاني بحجج الآخرين؟ هل المغالطات المنطقية أصبحت وباء ينتشر بسرعة جنونية في مجتمعاتنا؟ لدرجة أصبح معها من الصعب التعرف على الأفكار العقلانية القويمة؟ فكر تاني.